مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ عم بطل عليكم اليوم من نافذة جديدة، وهي النافذة اسمها جيسو باي. جيسو باي دوت كوم هو عبارة عن موقعنا المتخصص في انطلاقته الحديثة، واللي هو موقع متخصص في بيع الملفات الإلكترونية والملفات الرقمية، اللي كل واحد منا بشكل أو بآخر هو أكيد بحاجة لواحد من هاي الملفات على الأقل، وأكيد هاي الملفات راح تساعده في كثير من الأشياء اللي هو بحاجة إنه هو ينجزها أو يوصل لها في حياته العملية. طبعاً من وين أجت فكرة هاي الملفات؟ بالفترة اللي أنا اشتغلت فيها على اليوتيوب، واللي قدرت أوصل فيها لكثير ناس وعرفت حاجتهم الكثير قوية لأنهم هم يوصلوا للمكان اللي ممكن يعطيهم ability إنه هم يتوظفوا. فالفكرة إنه الجميع كان عم بيسألني عن كثير شركات، كيف أنا ممكن أوصل للشركات الفلانية، كيف ممكن أوصل للشركات الفلانية، كيف ممكن أحكي مع الشركات الفلانية، كيف ممكن أوصل للشركات مثلاً construction الموجودة في دولة قطر، أو شركات الاستشارات الهندسية الموجودة في أبوظبي أو إلى آخره. فطلعت فكرة هاي الفيديو لمساعدتكم لحتى أنتم تقدروا تلاقوا كل هاي الإجابات اللي أنت بحاجة إنك أنت تستخدمها لحتى تقدر تحقق الاشي اللي انت عم بتدور عليه. واول انطلاقة للموقع تبعنا راح تكون عبارة عن توفير ملفات ضخمة. هاي الملفات الضخمة فيها ability انك انت تقدر توصل لمعظم الشركات اللي لم تكن كلها اساسا، اللي كبداية عم تعمل في مجالات الهندسية ومجالات الاستشارات ومجالات الادارة. ومن هاي الشركات اللي انا راح اشملها ان شاء الله على الموقع تبعنا، واللي هو www.gsobuy.com، هي التالي: شركات الاستشارات الهندسية، شركات التصميم والتصميم الداخلي، شركات الإشراف وإدارة المشاريع، شركات المقاولات الرئيسية وشركات المقاولات الفرعية، والشركات الموردة للأشياء اللي ممكن تستخدمها الناس أكيد في المشاريع اللي ممكن إنهم هم يشتغلوا عليها، وغيرها أكيد شركات كثير اللي معظم مجالات اللي إحنا عم توصلنا على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على أي مكان عم تسأل عن الشركات اللي ممكن تواصل معها، أكيد راح يكون في إلها إن شاء الله وظيفة فيها أو مجال أتليست إنها تشتغل فيها. هاي الشركات اللي أنا اليوم عم بحكي عنها واللي عم بنجمعها هي شركات إما محلية مثلا موجودة في دولة قطر أو في الدولة اللي أنت موجود فيها أو في واحدة من دول الخليج، أو حتى هي شركة عالمية لكن عندها ability إنها هي تشتغل مثلا في دولة قطر أو دول الخليج أو واحدة من الدول اللي أنا عم بحكي لك عنها. طيب شو اللي بدك إياه أنت مني، وشو الإشي اللي أنا راح أخده من عندك على الموقع تبعك؟ أول شيء أنا بدي أحكي لك إيش هي الملفات اللي راح تلاقيها على الموقع تبعنا في بداية انطلاقته، واللي راح تكون إن شاء الله في شهر 4 لعام 2020. الملفات في أغلبها راح تكون ملفات مضغوطة، ملفات من امتداد .rar، ولما أنت تأخذ هاي الفايلات وتنزلها راح تلاقي فيها المعلومات اللي حكي لك إياها هلأ، واللي هي أولاً راح تلاقي فيديو شرح مبسط أنت كيف ممكن تستفيد من هذا الفايل اللي أنت قاعد بتنزله. رقم 2 راح تلاقي فيه الصور تفصيلية والصور خليني أحكي وصفية ممكن أنك أنت تفيدك أنك أنت تشوف شو الموجود داخل الفايل. رقم 3 اللي هو أكيد هو أهم إشي، فايل PDF اللي أنت ممكن تنزله، وعن later stage ممكن إنه إحنا نصير ننزل فايلات إكسل، وممكن كمان للناس اللي عندها شركة entrepreneurs مثلا إنها تقدر إنها تأخذ CSV files تستفيد منه بطريقة أكبر للتسويق لشغلها أو لموقعها أو لتعمل إيميل campaigns أو whatever. هلأ ملف الـ PDF اللي أنا بحكي لك عنه شو راح يحتوي، أنا هذا اللي متشوق أني أنا أعرفه. أول شيء أسماء الشركات، وأكيد أماكن الشركات واللوكيشن physical location تبع هاي الشركات. رقم 3 إيش الفيلد اللي بتشتغل فيه هاي الشركات. رقم 4 وين الأرياز اللي ممكن تشتغل فيها هاي الشركات. رقم 5 أرقام تليفونات هاي الشركات وأرقام التواصل أنت من خلالها بتقدر ترن عليهم وتحكي معهم وتشوف شو ممكن أنك أنت تشتغل معهم أو أنهم هم يفيدوك. رقم 6 أنك أنت تقدر توصل للويب سايت تبع هاي الشركات، وفي معظم الفايلات راح أحاول لنا كمان أعطيك خليني أحكي Project Statistics، قراءات المشاريع تبع هاي الشركات، إيش في مشاريع ongoing عندهم،
إيش في مشاريع completed عندهم وإيش في مشاريع لسه ما خلصت لكن عملها cancel مثلاً. هاي كتير بتفيدك إنك تعرف مين الشركات اللي already عاملة أبعت لها ولا ما أبعت لها، بتهمني ولا ما بتهمني، بتفيدني ولا ما بتفيدني. طيب وصلنا لهون، بدي أحكي لك شو الطريقة اللي أنت لازم تتبعها لحتى أنك أنت تقدر تستفيد من هاي الفعاليات اللي أنا عم بحكي لك عنها. أول شيء definitely بدك تدخل على الويب سايت تبعنا اللي هو www.gsoby.com. لما تدخل على الويب سايت تبعنا definitely راح يطلع عندك اللايت بوكس اللي راح يعطيك ability أنك أنت تسجل في الميلينج ليست أو في قائمة الرسائل البريدية اللي مختصة لهذا الموقع، اللي من خلالها حصير وصلك كل جديد. رقم 3، بدي أغلبك تبعث لي إيميل على info@gsoby.com، تحط اللي فيها معلوماتك لحتى نقدر نتواصل معك بشكل دائم، اسمك، رقم تلفونك، لوكيشن تبعك، وين الادرس، في أي بلد أنت موجود، مهمني أعرف الجنسية كمان عشان نعرف مين البلدان الأكثر بتستفيد من أي خدمة لحتى نصير نوجه الخدمات برضو للبلد اللي أنا عم بحكي عنه اللي بشوف الستاتستكس تبعته عالية. ويا ريت لو هدول اللي انا عم بحكي لك عنهم انك انت تبعتهم من بريدك الالكتروني الفعال، هيك انت بتكون وصلت المكان اللي بدك اياه. بتدخل على الويب سايت تبعنا وبتتصفح ايش المنتجات الموجوده فيه وايش البرودكتس الرقميه اللي انت ممكن تستخدمها اللي تفيدك وتفيد مجالك وتعطيك ابيليتي انك انت تتوسع اكثر في قاعده الكونكشنز تبعتك، واللي هي كونكشنز حقيقيه، يعني انت عم توصل للمكان للشركات اللي انت بدك تشتغل فيها. ف بسرعة لا تطول أكثر من هيك، واستغل الفرصة أنك أنت قاعد حالياً عم بتشوفني، وادخل على الويب سايت واختار إيش هو الفايل اللي أنت بدك إياه. بحب أحكي لك أنه إحنا الجهود كلها اللي عم نبذلها عم توصل لريزلتس كثير خيالية وكثير مرتبة، لكن بنفس الوقت أنا راح أحاول أخلي أسعار هاي الفايلات مناسبة ورمزية ومتناول الجميع، وبنفس الوقت ما اظلم خلينا احكي الجهود اللي عم تنبذل والمصاريف اللي عم تنحط سواء من ويب سايت، من كادر، من الريسورسز، كل هاي الاشياء. فعم بحاول ان اوازن بين الكفتين، علشان هيك بحب اسمع الفيدباك تبعك سواء من ناحيه الفايلات، الجوده تبعتهم، كيف استفدت من هاي الفايلات، وبرضه السعر هل هو مناسب ولا مش مناسب. واي كومنت او فيدباك بكون كثير مرحب فيه. وشكرا لكم وبشوفكم في الشركه الجاي. سلام.